نفع بوتيتي كانت مدير مكلف بالاداره الفرعيه للعلامات بالمعهد الوطني للمستفيد والمكيس الصناعي. ليفينمون هذا هو بادره اولى مسابقه للعلامات في مختلف المجالات لتثمين العلامه، وخاطر من وراء العلامه راهو فما عمل كبير في ريشيرش ديفلوبمون انسو دو سويت باش لامليوراسيون دي برودوي، من وراه اكتساب ثقه لي كونسوماتور. في الاخر العلامه راهي سي ان سين ديستينكتيف باش يميز هاك الخدمه الكبيره اللي تخدمت وراء البرودوي ولا السيرفيس. والحقيقه هذه جايه في اطار ديفيرسيفيكاسيون دي سيرفيس دو لينوربي. ليميسيون تاع لينوربي في الاساس هي تسجيل العلامات، وكي نقولوا تسجيل العلامات راهي لا بروبريتي دو لا مارك ساكي با لونغيستمون. اذا ماكش مسجل علامتك في لينوربي ما تنجمش تقول العلامه هذه علامتي. احنا جربنا كل الطرق من فورماسيون من سونسيبيليزاسيون، تعدينا في الاعلام، تعدينا في الجرايد، حاولوا الماكسيموم نقربوا لكل المتداخلين في مجال الملكية بصفه عامه.